زي ما اتفقنا احنا الاوتبوت بتاع الدي اف تي بتاعنا هو عباره عن مجموعه من كومبلكس نمبرز. اوكي، بيسيك كومبلكس نمبرز دي معنى كده ان كل واحده لها ماجنتيود ولها فيز. احب اكد وحاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى واخدينها في اعتبارنا، ان الفيز ده في غايه الاهميه. يعني الفيز كومبوننت ده ما حدش يستهون بيها، ما حدش يفتكر ان احنا عشان بنرسم دايما الماجنتيود يبقى الفيز ده مش مهم. لا، ده الفيز ده از جاست از امبورتنت از ماجنتيود ان دي اف تي. يعني احنا لو احنا فرضنا جبنا سيجنال وعملنا لها فوريه ترانسفورميشن، اوكي، وشلنا الفيز بقى الابسولوت فاليو بس هو الموجود او الماجنتيود بس هو الموجود، مش هنعرف نرجع تاني للسيجنال بتاعتها. اوكي، فلما انا باجي بعمل تايم شيفت لو احنا فاكرين في الفوريه ترانسفورميشن كان بيبقى الكلام ده بنزود اي تو ذا جي اوميجا تاو، يعني احنا عملنا شيفت بتاعه. اوكي، الكلام ده بيقابل لينير فيز. لينير فيز معناها تغيير في الفيز بشكل لينير، لان انا دلوقتي اوميجا تاو دي عباره عن لينير فانكشن في اوميجا، يعني بيزيد مع الاوميجا بشكل لينير. فمعنى كده ان انا لما بعمل فيز شيفت ده بيوديني بيزود لي على الفيز بتاعي لينير فيز. اوكي، بيحصل لنا حاجه بقى بنسميها الفيز رابنج. الفيز رابنج دي بيحصل لما يكون عندي لارج شيفت. لو عندي الفيز بتاعي عدى توايس باي، احنا عارفين الرينج بتاعنا، يعني الرينج بتاع الفيز عاده من ماينس باي لباي. اوكي، لو احنا فرضا قلنا ان احنا الناقص باي دي او البوزيتيف باي دي بقت مثلا 1.5 باي، 1.5 باي هي بالنسبه له حاجه مقابله لماينس 0.5 باي، لان احنا بيسيكلي عندنا بنتكلم عن احنا بنلف حوالين سيركل. اوكي، فلو انا فرضا لفيت في البوزيتيف دايركشن، اوكي، بقى في عندي بوزيتيف باي، لو انا عديت البوزيتيف باي ده بقيت في مكان عباره عن 1.5 باي اللي هي نفسها مقابله لمثلا لماينس 0.5 باي. اوكي، فبيسيكلي ده عشان كده بنسميه رابنج. رابنج معناها ان احنا بيسيكلي لفينا من اتجاه ودخلنا في الاتجاه التاني. اوكي، فبيسيكلي نقدر نعمله حاجه اسمها ان رابنج، اوكي، تو اتس كوركت فورم، عشان نقدر نشوف بقى لو في عندنا لينير فانكشن اوف فيز نشوف هتبقى عامله ازاي. البيسيكلي في عندنا برضو كود ممكن احنا نبص عليه. اوكي، انا عامل اكس بتساوي قيمه معينه لها قيمه معينه وبحسبها الفوريه ترانسفورميشن بتاعها ونشوف ايه شكل الفيز بتاعها في الحالتين. هنلاحظ ان الاكس بتاعتنا الاكس انا عامل ان هي كلها زيروز، كويس، وحطيت لها هنا فانكشن كده يعني عباره عن حاجه شكلها كانها تريانجل كده في الايه من 11 ل 15، يعني ما هياش سنترد حوالين الزيرو. نشوف شكل الفيز بتاعها هيبقى عامل ازاي بي ومن غير الايه الفيز ان رابنج. لو بصيت على شكل السيجنال بتاعتي، شكل السيجنال بتاعتي حاجه شكلها عامل كده. اوكي، لا لو انا عملت شكل السيجنال عامل كده، ده شكل السيجنال الاولانيه خالص لو انا خدتها من غير اصلا اي، يعني من غير اي شيفت، كويس، ولو عملت لها شيفت هيبقى شكلها عامل كده. كويس، لو رسمت الدي اف تي ماجنتيود بتاعها هيطلع عامل كده، ولو رسمت الفيز هيطلع عامل كده زي ما احنا شايفين كده. الفيز بيطلع وينزل من ناقص باي لباي، ناقص 3.14 لغايه بلس 3.14. اوكي، فلو انا سبتها زي ما هي كده شكلها مش موحي خالص ان انا عندي لينير فيز. لو انا عملت لها ان رابنج يبقى معنى كده الاقي ايه؟ هلاقي عندي الخط اللي كان موجود هنا، الجامب اللي كانت موجوده هنا عندي من ناقص باي لباي دي، هو بياخد باله من الجامبس دي ويبتدي يظبط الفيز بحيث ان هو يبقى ايه؟ يبقى ماشي مستقيم، يبقى هيظهر لي الفيز في شكله الحقيقي. لو انا فرضا خدت نفس البرنامج اللي انا كنت كاتبه ده زودت الشيفت شويه، طبعا احنا عندنا زي ما احنا فاكرين الفيز نفسه اللي بيتضاف لنا هو عباره عن اوميجا تاو، تاو دي ديلي. اوكي، فكل ما زودت التاو كل ما كان الديلي بقى لينير فانكشن بتاعته ستيبر. اوكي، فهنلاحظ ان احنا لو عملنا الفيز بتاعنا او عملنا الفانكشن بتاعتنا خليناها ديليد بمقدار اكبر، هلاقي نفس الماجنتيود هو ما اتغيرش اي حاجه خالص، هنلاقي تغييرات الفيز بقت اسرع بكتير. لما بعمل لها هنا ان رابنج بلاقي ان ماتش ستيبر لينير فيز بقى موجود، يعني شايفين الرينج بتاعنا هنا بيوصل اقصى حاجه مثلا 13 14 حاجه زي كده، هنا بنتكلم على ان الفيز بيوصل لنا 70 80. اوكي، فبيطلع لنا ستيبر لينير فيز. في كل الاحوال الحاجه المهمه اللي احنا ناخد بالنا منها هنا ان احنا لما نيجي نرسم الفيز يستحسن نعمل ان رابنج. في فانكشن في ماتلاب اسمها ان راب، اوكي، دي على طول بتعمل لي الكونفرجن من الحاجه اللي فيها رابنج دي للحاجه اللي فيها ان رابنج، اللي في حاجه اللي هي ما فيهاش رابنج. اوكي، فدي طبعا بتبقى فيري هاندي لما نبص على فانكشن زي كده ونحاول نديتكت ديلايز بين ايه، بين سيجنالز وبعضيها.